بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا الأخ صبري مصري ومقيم بالرياض، يقول استفسر عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآية ظاهرة على ظاهرها، لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من كتابه ومن سنة رسوله، يعني يشرع، والنسخ رفع حكم وإثبات آخر بدليل آخر متراخم عن الأول. قد يكون النسخ إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، وإذا كان النسخ إلى بدل قد يكون إلى شيء أخف من الأول أو أشد من الأول. فالنسخ ثابت في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه، يراعي مصالح عباده ما يصلحهم في كل زمان ومكان، فيشرع حكما يتمشى مع وقت، ثم إذا أراد سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل، مراعاة لمصالح عباده سبحانه وتعالى. فمثلا كانت العدة للمتوفى عنها، كانت العدة المتوفى عنها في أول الأمر سنة، قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت العدة عدة المتوفى عنها في أول الأمر سنة، ثم إن الله خفف ذلك فجعل عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، استقر الأمر على هذا. أحسن الله إليكم. من أسئلته فضيلة الشيخ يسأل عن صيام شهر محرم كاملا، هل يصام ولماذا سمي بالمحرم وما هي الأشهر الحرم؟ شهر المحرم شهر معظم، وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 سرد، وشهر رجب شهر فرد. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، أي حرم الله فيها القتال، وهي هذه الأشهر ومنها شهر المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو الذي تدعونه المحرم. ظاهر الحديث أنه لا بأس أن يصام كاملا أو يصام غالبه وأكثره، وأكده 9 والـ10، فيه يوم عاشوراء، يصام يوم قبله ويوم بعده، يصام يوم عاشوراء ويصام يوم قبله ويوم بعده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو عبد الله له مجموعة من الأسئلة، وهو من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المبالغة في رفع الأذان والتنقيط الزائد، وما الضابط في ذلك، حيث أن بعض المؤذنين يمد الله أكبر يقول هكذا، ونسمع زيادات في الأذان مأجورين؟
الأذان كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه وأدائه وترتيبه، ورفع الصوت به مشروع لأجل إبلاغ الناس. واليوم وجود المكبرات فيها خير كثير، فإنها تبلغ الأذان، وإذا لم يكن هناك مكبر صوت فإنه يجتهد المؤذن في رفع صوته حتى يسمع من حوله من الجيران، ولكن لا يبالغ في تنطيط الأذان وإخراجه عن حدوده وتلحينه، بل يكون بصوت معتاد، صوت جهوري، ويحسن صوته به، لكن لا يخرج إلى حد التلحين. من أسئلتي يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يعطي الزكاة أناس بعيدين، مع أن الأقارب وإخوان هذا الرجل وفقراء، فما الصحيح في ذلك؟ مأجورين. الأقربون أولى بالمعروف، يبدأ بمن يعول من أقاربه، ومن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، هذا في النفقة. وأما في الزكاة والصدقات فإن المتصدق يخص الأقارب المحتاجين، والصدقة على القريب صدقة وصلة، فيها أجران: أجر الصدقة وفيها أجر الصلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقارب المحتاجون أولى بالزكاة وبالصدقات من غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ صلاح الدين من السودان يقول: ما حكم البناء على القبور فضيلة الشيخ؟ البناء على القبور محرم، لأنه وسيلة من وسائل الشرك. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، لأن هذا من سنة اليهود والنصارى والأمم الكافرة، وهو وسيلة من وسائل الشرك، فلا تبنى عليها مساجد أو قباب أو أبرحة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والمراد لا يصلى عندها ولو لم يبنى عليها، لا تتحرى الصلاة عندها، وإذا بني عليها وصلي عندها هذه جريمتان: جريمة البناء وجريمة الصلاة عند القبور. نعم. جزاكم الله خيرا. له سؤال ثاني عن السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ السفر إلى مكان من أجل العبادة فيه لا يجوز إلا إلى 3 مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا عن 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. فهذه هي المساجد التي يسافر إليها من أجل العبادة فيها من صلاة واعتكاف وغير ذلك من الطاعات. وأما ما عداها فلا يسافر لا إلى القبور ولا إلى المساجد ولا إلى المشاهد، لأن هذا من وسائل الشرك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل صبري يقول: أنا يا شيخ أخاف من الرياء ويقلقني حيث أترك بعض العبادات خوفا أن يقال مرائي، وأيضا ما حكم العبادات إذا اتصل بها الرياء؟ الرياء شرك ويبطل العبادة التي خالطها،
والرياء أن يرائي الناس بأن يصلي من أجل أن يمدحه الناس أو يتصدق من أجل أن يراه الناس يمدحوه، هذا هو الرياء، والمدار على النيات والمقاصد. ولا يترك المسلم العبادة خوفا من الرياء، هذا من الشيطان، بل يخلص لله ويعمل العمل الصالح، فلا يترك العبادة خوفا من الرياء، بل يعبد الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويخلص النية لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني يا شيخ عن حمل المصحف في السيارة للحفظ، هل فيه بأس؟ وما حكم كثرة الحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف لا أصل له، ولا يتخذ المصحف لأجل الحلف عليه، وإن هذا من فعل العوام. وأما حمله في السيارة إذا كان يحتاج إلى المصحف يقرأ فيه فلا بأس بذلك، أو كان يحمله ليوصله إلى مكان آخر، أو يحمله إلى مسلم يوديه إليه، لا بأس بذلك. أما أن يحمل المصحف في السيارة من أجل الحرز، أو جعل المصحف حرزا للسيارة، فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الأخ السائل يقول: تشكل علي عبارات، ومنها عبارة بذمتي أن أعمل كذا، أو بذمتك أن تأخذ هذا، هل في هذا شيء؟ هذا حلف بغير الله، الباء القسم، إذا قال بذمتي لا أعملن كذا، أو بذمتي لا تعملن كذا، هذا قسم وحلف، ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: الأصل الشيخ في الطهارة من الحدث والخبث، ما الأصل فيه؟ الأصل الطهارة بالماء، الأصل أن يتطهر بالماء، والتيمم بدل عنه، هذا بالنسبة للحدث الأكبر والأصغر. إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم بالتراب، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم من الحدث الأصغر والأكبر، أما النجاسة فلا يزيلها إلا الماء، لا يزيلها التيمم، لابد من غسلها بالماء مع الإمكان إذا أمكن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني فضيلة الشيخ: بعض الناس والذين عندهم شيء من البدع دائما يستدلون بحديث من سن سنة في الإسلام إلى آخره، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم من كلامهم، لأن الحديث يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة يعني أحيا سنة كان الناس قد تركوها فأحياها، فله أجرها وأجر من عمل بها. أما البدعة فليست سنة، فلا تعمل بدعة وتقول من سن في الإسلام سنة، البدعة ضد السنة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. الشيخ صالح، لماذا يعني كثرة البدع في زماننا الحاضر، ولماذا تعلق الناس بها؟ هذا بسبب الجهل، سبب الجهل، وبسبب دعاة الضلال، هذا هو الذي سبب كثرة البدع، أنهم يجهلون السنن، وأن هناك من يدعو إلى البدع ويرغب فيها. وكذلك سبب ثالث وهو التقليد، تقليد الأعمى، حيث أن الإنسان يعمل ما يعمله الناس بدون أن يميز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح، وبين ما هو سنة وما هو بدعة. نعم.
السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة كتب للبرنامج يسأل عن التوسل، ما حكم فضيلة الشيخ في الشريعة؟ التوسل على قسمين، توسل مشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني وما أشبه ذلك. وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، تفكروا في شيء ينقذهم ولم يجدوا إلا أن يتوسلوا بصالح أعمالهم التي عملوها، وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. قال الله جل وعلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، وأما النوع الممنوع فهو التوسل بالأشخاص، توسل بالأشخاص يعني تجعلهم وسائط بينك وبين الله في قضاء حوائجك. وكذلك التوسل، كذلك التوسل بالأموات والغائبين غير ذلك. نعم. يستفسر عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة النبأ وفتحت السماء فكانت أبوابا، ما المقصود بالأبواب هنا يا شيخ؟ أبواب على ظاهرها مداخل. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتي يا شيخ يقول عبارة أدام الله أيامك ولياليك هل فيها شيء؟ ليس فيها شيء، يدعو له بطول العمر، لكن لو زاد وقال طال الله أيامك ولياليك على العمل الصالح كان أحسن. يقول بعض اللوحات أو الكتب مكتوب عليها لفظ الجلالة الله وبجانبها محمد رسول الله، هذا لا ينبغي، لأنه يظهر منه تسوية الرسول بالله عز وجل، قد يكتبونه في الجدران أو في بعض المساجد في جانب يكتب الله لفظ الجلالة وفي الجانب الثاني محمد، وهذا لا يجوز لأنه يظهر منه تسوية الرسول صلى الله عليه وسلم بالله، أو أنه مظهر دعاء جاء الله يا رسول الله، فهذا عمل لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في آخر أسئلة يردد بعض الناس عبارة لا سمح الله، هذا دعاء يدعو الله بأن لا يقدر هذا الشيء. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ألف جيم باء من أبها يقول ما حكم التفريق بين الجالسين في الصف الأول من يوم الجمعة، ومتى تبدأ ساعة الإجابة لهذا اليوم الفضيل ومتى تنتهي؟ تفريق بين اثنين هذا منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إلا برضاهما واختيارهما، فلا يفرق بين اثنين إلا برضاهما وسماحهما بذلك. وأما ساعة الإجابة في يوم الجمعة فلم تتحدد، لا يدل دليل على تحديدها، بل هي محتملة في جميع اليوم، أخفاها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يجتهد المسلم الدعاء والعبادة في سائر اليوم فيعظم أجره وثوابه عند الله عز وجل. والعلماء ذكروا أقوالا اجتهادية في تحديد هذه الساعة من يوم الجمعة، وأقوالا كثيرة، ذكروا أقوالا كثيرة باب التحري والاجتهاد، وأقرب شيء أو أقرب هذه الأقوال أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، هذا قول. والقول الثاني وهو اختيار الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر وقت أو آخر يوم الجمعة قبل غروب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل له سؤال يقول إذا كان الإنسان يقرأ القرآن
ومر بآية سجدة وهو في سيارته وهو إلى غير القبلة، هل يسجد على أي حال كان؟ لا بأس بذلك، لأن هذا نافلة ليس فريضة، والنافلة تصح على الراحلة وعلى السيارة. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن، لكن إن كان هو الذي يقود السيارة فيسجد بالإيمان، إن كان هو الذي يقود السيارة يسجد بالإيمان، وإن كان هو لا يقود السيارة فيسجد على أرضية السيارة. نعم. السامع لآية السجدة فضيلة الشيخ هل يسجد؟ المستمع. نعم. المستمع يسجد الذي قصد الاستماع، أما الذي لم يقصد الاستماع فهذا لا يسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم قراءة الكف، فبعض يقول أن الصبي يقول هات يدك وأقرأ لك الكف عن مستقبلك وعن حياتك وعن مستقبلك الدراسي وهكذا. هذا من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من الكهانة ولا يجوز. فضيلة الشيخ يسأل أيضا عن حكم التسمية بملاك، وما رأيكم في اختيار الأسماء للأطفال، وبماذا توجهون في هذا الزمن؟ اختيار الاسم من حق الأب أو الطفل أنه يختار له الاسم الحسن، وخير الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، فيختار لولده الاسم الحسن. وأما تسمية بملاك هذا لا يجوز، لأن ملاك معناه الملك من الملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة أم خالد تقول فضيلة الشيخ في عام مضى وفي طواف الوداع كان هناك رعود وأمطار وهواء، فخفت وارتعدت ونزل معي دم، فأكملت الطواف ورجعنا إلى الرياض مع أن هذا الدم كان كثيفا. طواف الوداع؟ نعم. يكون عليها فدية، لأن الطواف لا يصح مع انتقاض الوضوء، وهذه قد انتقض وضوءها بخروج الدم من فرجها أحدثت، فيكون طوافها غير صحيح، وتكون لم تطف للوداع، فعليها فدية وهي ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول عندما أسمع بأن هذا إنسان موحد ماذا يعني به، وما هو تعريف التوحيد الوارد؟ الموحد هو الذي لا يشرك بالله شيئا. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. وهذه تحية من مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء، بخيت الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.